احكي لي يعني المشاهدات اللي يشوفها، الاشياء اللي تلفت نظرك بالتظاهرات، الصور اللي راح تبقى ببالك. والله يعني ما تعرف شو تقول، يعني هاي الشباب طالعة على مود شنو؟ لقمة عيش مع الشباب كلها. انا مهندس اتصالات ما متعين، كلها شباب خريجة. تجيبي هسه مهندس اتصالات؟ اي انا دار اقتصادي دار تعمال، دار اقتصادي دار تعمال علوم حاسبات. يا بس سمعتوا يعني ذولا خريجين مهندسين اثنين، بس احنا فايدة تجي تقول اجندات. بس احنا والله فايدتني انا هسه مال النقابه، فايدتني بشغله واحده بس بالسيطرات، باعتبار اني مهندس. ها يا الله وكتبه ورجله ان شاء الله بيكم.